تتعرض الأسنان لكثير من المواد الصبغية طبعا من خلال المأكولات والمشروبات بمختلف أنواعها، وما بنغفل عن المدخنين اللي بيتعرضوا لهذه الأضرار. راح نشوف مع بعض مدى عناية الناس واهتمامهم بأسنانهم. خلوكم معنا. الأسنان بشكل عام ما هي يعني بحياتك؟ والله يا سيدي العزيز، طبعا الأسنان مهمة للإنسان يعني، ويجب المحافظة عليها بشكل يومي. يعني الإنسان يفرش أسنانه بشكل يومي، حتى لازم يعلم أسرته يعني أولاده وزوجته أنهم يعملوا تنظيف الأسنان بشكل يومي، يعني أقل ما فيها لو باليوم مرة واحدة تقريبا يعني. نعم بنصحهم بنصحهم عدم التدخين. حلو. نعم. التدخين بالذات مضر. طبعا مضر، بيعمل اوساخ وبيعمل هيك شغلات. اسنانك ليش هيك اللي تحت يعني شايف فيهم شويه خراب؟ ايوه. عدم عنايه يعني؟ والله عدم عنايه في مش من نسوي فيها. ليش؟ طيب لو اعتنيت فيهم اول باول يصل للمواصيل هاي؟ لا ما راح، ربنا اولى فينا بهذا الشيء. وبعد اذا بدها تيجي من الاسنان ما فيها مشكل. طيب انت شو بتنصح اللي يعني انه واحد يتلافى انه يصير فيها ضرر باسنانه؟ بده من الأساس يكون عنده أول شيء عناية، يكون عنده وعي صحي، خلينا نقول وعي صحي، يهتم بحاله من الأساس. بس في ظروف بتحكم على الناس أنه حتى مو بس ما يعتني بأسنانه، يترك قلبه لرب العالمين. والله بعتمد على نظافة أسناني في فرشاية الأسنان، وبلمع تقريبا مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. نعم. وبعدين بدها زيارة لطبيب الأسنان يعني كل فترة أخرى يعني، حتى أنه تطمن على وضع الأسنان. وبننصح الناس كمان أنه يحافظ باستمرار على، وإذا بيقدر يستخدم المسواك بيكون كمان أفضل. استخدام المسواك كمان له دور به. المسواك له دور، وفي مادة معينة لنظافة الأسنان ومطهرة ومعقمة أحسن حتى من فرشاة الأسنان. ولا صفر ابدا. لا بخاف من دكتور. لا لازم والله كلهم يروح على دكتور اسنان. بالضبط. كيف لازم يراجع دكتور اسنان دائما، ويعملوا تقويم اللي بده تقويم، ويتابعون، لانه الواحد على كبر بيخسر اسنانه اذا ما تابعهم. لا والله مهمشهم، اكذب عليك، والله مهمشهم يعني، ما بعرف هيك مهمشهم. شو تنصح؟ انصح طبعا اكيد الاهتمام فيهم. طيب مدام انت كشخص مهمشهم، اكيد اولادك كمان مهمشين الموضوع. لا والله اولادي ما شاء الله عليهم كلهم مهتمين فيهم. تنصح بشو حاليا؟ بالوقايه؟ اكيد 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 انا بنصح بالوقايه، يجب انه كل واحد يهتم باسنانه، وانا اولهم. انت بتفرش اسنانك؟ ليش ما بتفرش اسنانك؟ ما بعرفش. ما عنديش فرشاي. ما عنده فرشايه. وانت بتفرش اسنانك؟ قديش مرة باليوم؟ مرة. لا مرتين، بعد الأكل ولما أكل. وأنتي؟ بفرشي. قديش مرة باليوم؟ مرة، بعد لما أكل بفرشيهم. لما تأكل تفرشيهم. وتشوفي إنه فرشاية أسنان هي اللي راح تبعد عنك التسوس؟ لا. يعني تساعدك إنه ما بتعمل لك وجع بأسنانك فرشاية، صح؟ والله انا ببعد عنهم كل إشي حلو، يعني مش دائما الحلويات، بالغص هاي الكاندي اللي هو السوس. لانه هذا يعني كارثه للاطفال. وجايبهم فرشايه؟ نعم صحيح، يعني كل واحد فرشايته ومعجونه، ومن هم صغار بيتعلموا. كل يوم عشان شو؟ عشان يضلوا نضاف. طيب وانت قديش فرشتي؟ ثلاث مرات. ليش؟ عشان يحمينا من التسوس ومن بقايا الطعام. الصبح وبالليل. ليش؟ عشان لا يسوس. عشان ما يسوس. ومين اللي حكى لك هيك عمل؟ أبو. لا الوقاية أهم. ليش؟ يعني إيش الطرق؟ لازم تفرشي الأسنان. أيوة، وتبعدي عن الأكل المضر للأسنان، التسوس اللي بيعمل تسوس. صبح الليل. ليش؟ عشان حافظ أسناننا وما يتسوسوا، ما يتسوسوا من طواحين.
أسناننا صلبة، فطبقة الطلاء الملساء والقوية اللي تغطيها أسناننا هي أقسى مادة موجودة طبعاً في جسم الإنسان، لكن هذا الشيء ما بيعني إنه تظل على حالها بهاي الصلابة، فالإهمال وسوء الاستخدام والتلف يترك أثار سلبية فيها، فدرهم وقاية خير من بنطار علاج. لبرنامج بيت العيلة حازم السردي.